عشان اللي يصلي على النبي يكسب. ألف سلام عليك يا نبي.
لسه بتاعتين. ده الحباية كيلو بقى على النبي ما شاء الله. اشوف انا عليك انا كلها زيت اهي. شايفين السمكة الصغيرة اللي انا فتحتها؟ ده الشامور ده. السمكة عاملة ازاي؟ مفيش كله زيت. كفاية الزيت ده يا احمد. ده زيت صافي. دي الشامور الصغيرة اهو. انا فتحت واحدة. وطبعا اوريها لكم اهي. اهي شوفوا صغننة وجميلة ازاي. شايف؟ دي احمد دول. طبعا ما عنديش عزم ان انا اطلع. لانه والله الدكتور مانعني خالص. بس انا خلاص بقى يا عم بقى. قال لي كلي عادي. بس يعني ما اكلش قوي يعني. جميل. عايز اقول لكم بقى حلاوتك يا احمد. جمالك يا احمد. الناس كلها يقول لك احنا وحشنا كلمه يا حلاوتك يا احمد. يا جمالك يا احمد. وطالبه منكم بس الدعاء بالله عليكم. كل اللي يشوف اي فيديو ليا يدعي لي ان يكمل شفاه على خير. واقوم يعني انا الحمد لله والله الحمد لله وشكرها وبقدر ابتلاء من عند ربنا. وده مكتوب لي ومقسوم لي ان انا يعني حاجه بس باذن الله عافي ولنا نصيب هنقف. قدرنا كتب وهنموت هنموت. هي موته ومكتوبه زي ما ربنا بيؤمر لنا. بس بطلب ان ربنا ما يمرش علي ان كده افضل واقفه على رجلي كده لاخر يوم في عمري وافضل يعني سند لولادي سند والله. بس يعني ابقى جنبهم وبس. وطبعا هي بتبقى يعني بتبقى بركيه يعني الناس الكبار دي بتبقى بركه مش بتبقى حاجه يعني بتبقى بركه. يعني مثلا احمد يقول لي يا ماما انت ما بتقعدي في المحل بحس ان في بركه كده في ناس بتطلع وبتخش مش عشان حاجه والله. وطبعا احنا بنقابل الزبون والله احسن مقابله وربنا يعلم. وفسخنا شوفوا الزيت اللي خرج منه ما شاء الله بتاع كده يا محمد.